الأستاذة شيرين كمال، برنامج عيشها بسعادة. يا صباح الفل، صباح الخير يا أستاذ محمد. عاملة إيه؟ الحمد لله. إيه إيه الأخبار؟ الجمال ده؟ الله يخليكي، بجد حاجة مشرفة والله. ربنا يخليكي يا أستاذة شيرين، حضرتك تحياتي ليكي. تستاهل كل خير. الله يخليكي، تسلمي، ربنا يخليكي. ويعني مش هنسى، وبجد يا رب كده دايما في تقدم، وكل البرامج اللهم دايما في آمين يا رب. تقدم مع حضرتك. يا رب يا رب، اللهم امين. وانتي من البرامج الجميله اللي بعزاها جدا يا استاذه شيرين. ومش هنسى ميرسي برضو خالص. دعمكم انتي والاستاذ شريف، دايما برضو بستشيركم في حاجات وباخد رايكم في حاجات بحكم انت اخ الصداقه. يا استاذ ف محمد. يعني ربنا يخليكم دايما لينا كده، ودايما متجمعين في الخير. معاكي مين يا رب الحلقه يا الجايه رب. يا استاذه شيرين؟ معايا دكتور الام مفاصل وسمنه ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. دكتور انت واخده محمد حته طبيه كده الخوف. ايه، ومع نفسك لا فيها. هغير بس هي الفترة ديت بس عشان لا نشيل هو ده الناس. وقتها، لا هو ده وقتها فعلا، عشان نشيل فتره الناس طبيه لظل الازمه اللي هتعدي ان شاء الله باذن الله. بالظبط كده ان شاء الله بإذن الله. وان شاء الله كده هنشوف شاشتنا ان شاء الله اقوى شاشة ان شاء الله باذن الله، بكل بإذن اللي الله. موجودين، بكل اللي موجودين من برامج، وكل اللي موجودين من الاداره، بكل اللي موجودين من الوكاله، بكل اللي طبعا موجودين طبعا طبعا فنيين، ان شاء الله باذن الله نوصل لاعلى واعلى واعلى ان شاء الله باذن الله. ان شاء صباح الله. الفل عليكي يا استاذه صباح شيرين، النور وتحياتي والف ليكي وبالتوفيق دايما.